أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في أول حلقة من برنامجنا في كل بيت. في كل بيت أنت جوه بيتك، في كل بيت هنوصل حلمك. والنهاردة معانا في أول حلقة من برنامجنا 3 فقرات. دكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير الثقافة الصحية هتكلمنا عن التغذية السليمة للطفل، ومعانا أستاذ مري عبده مدير مدرسة 15 مايو للتعليم الفني، وهيعرفنا التعليم الفني في مصر وأهميته. ومعانا آخر فقرة بنوتة جميلة جنى أحمد موهوبة في الرقص الهندي. يا رب حلقتنا تعجبكم، انتظرونا بعد الفاصل. كل أم بتكون عاوزة تهتم بتغذية أطفالها لضمان نمو صحي سليم، والنهارده معانا في فقرتنا دكتورة فاطمة عبد الوهاب هتكلمنا عن التغذية السليمة للأطفال. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك، ونتمنى لك إن شاء الله برنامج جديد بالتوفيق بإذن الله. إن شاء الله يا رب. أمهات كتير بتكون قلقانة ومش عارفة تعمل إيه مع الطفل الرضيع حديث الولادة من سن يوم لست شهور، يا ترى التغذية السليمة بالنسبة لهم ممكن تكون إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التغذية السليمة بالنسبة للطفل من سن يوم لست شهور، معلش اسمحي لي ان انا هرجع ورا شوية، لما بيبقى البيبي لسه جنين في بطن امه دي اول تغذية بيحصل عليها، فلازم تكون الام اساسا متجهزة ان هي واخدة تغذيتها السليمة اثناء فترة الحمل وقبل كده كمان. طبعا نعرف القواعد كلها بتاعة التغذية، ما فيش مواد حافظة، ما فيش الوان صناعية، تهتم بالخضروات وعارفة الوجبة المتوازنة بتاعتها، كده بنضمن ان الغذاء اللي وصل للبيبي او للجنين في الاول ان غذاء صحي. بعد كده من اول ما بينزل البيبي عندنا مرحله بنقول عليها المرحله الذهبيه، او بنقول عليها الساعه الذهبيه، اللي هي اول ما الطفل بيتولد حتى لو كانت الام عامله قيصريه لازم يرضع من ثدي الام. ممنوع يا جماعه، اللي مشهور ان احنا بنديله جلوكوز في سرنجه او بنديله اعشاب ولا اي حاجه، كل الكلام ده ممنوع. المفروض من اول ساعه، انا بسميها الساعه الذهبيه، لازم يرضع من صدر امه حتى لو هي في القيصريه وفي البنج ومدروخه. احنا بنعلم المفروض الاهل سواء الام او الخاله او اي حد من افراد العيله ان هو ازاي يشيل البيبي ويحطه على صدر امه في الساعات الاولى، دي مهمه جدا جدا للابن، لان عشان بيبتدي يتحفز خروج اللبن من الصدر ده في البدايه بتاعته خالص. بعد الام باذن الله ان شاء الله ما تقوم بالسلامه سواء قيصري او ولاده طبيعيه، بتبتدي بقى لازم الرضاعه، لازم نعلمها ازاي ترضع ابنها. الرضاعه الصحيحه بتسهل عليها كتير، لو هي هترضع صح وتبقى عارفه قواعد الرضاعه ازاي واوضاع البيبي معاها ازاي، هي هتمر المرحله الاولى اللي هي بتبقى فيها مشاكل كتير للام هتمر معاها بسلام، فلازم تعرف ترضع كويس. طيب هل ينفع ندخل اي نوع من انواع الاكل تاني في خلال الفتره دي من سن يوم لست شهور؟ لا طبعا، وده حاجه يعني غلط جدا. المفروض ان احنا من سن يوم لحد ست شهور بنسميها رضاعه طبيعيه مطلقه، عشان كده احنا بنسميها المرحله الذهبيه للبيبي. انت عايزه بيبي، اي كل ام عايزه الابن بتاعها او الطفل بتاعها ان هو يبقى بصحه جيده، يبقى ما ادخلوش اي حاجه. لبن الام ربنا موفر فيه كل العناصر الغذائيه اللي الام ممكن تفكر فيها تجيبها له من الخارج موجوده في لبن الام، فما تفكرش اساسا تديله اي حاجه قبل ست شهور. احنا بنسميها رضاعه طبيعيه مطلقه بدون اي حاجه حتى الميه، احنا بس بنسمح بالادويه لا سمح الله لو الطفل تعبان او اي حاجه زي كده، لو هي عايزه تضمن بصحه جيده لابنها. طيب بعد سن ست شهور ايه ممكن نوعيه التغذيه اللي ممكن تدخل؟ بعد سن ست شهور احنا عارفين حاجه اسمها الفطام. اول ما بندخل اي اكل خارجي للبيبي معناها ان احنا ابتدينا عمليه الفطام، معناها ان احنا ابتدينا نختصر رضعه وهندخل مكانها وجبه. فلازم بتبقى بدايه تدريجيه، ما باخدش مره واحده وجبه ولا كده، انا بدخله براعي ايه بقى؟ براعي النوعيه بتاعت الاكل اللي انا بدخلها، براعي القوام بتاع الاكل، براعي الكميه في الاول خالص.
فانا هبتدي ازاي في الاول؟ انا دلوقتي رضعت ابني 6 شهور رضاعه طبيعيه ما بدخلوش اي حاجه خالص، فابتدي ادخله ازاي بقى تدريجيا؟ هبتدي صنف واحد وليكن مثلا جزر، موز مهروس، تفاحه مسلوقه مهروسه، بس احنا قلنا النوعيه، اختار النوعيه كويسه، وفي نفس الوقت ابتدي اعمل لها بقى ايه، اخلي القوام بتاعها شبيه باللبن، يعني بعد ما اسلقها شويه بزود عليها شويه ميه واهرسها عشان يديني، ما يبقاش لسه الطفل متعود على لسه مش هيعرف يندغ، فهديله الحاجه سهله زي اللبن بالظبط، فالقوام بتاعه زي كده. في قاعده مهمه كمان، ان انا ما اديلوش حاجات مخلوطه على بعض في اول طعام للبيبي، لازم اختار صنف واحد في الاول، وده ليه؟ عشان البيبي لسه حاجه جديده داخله على جسمه، فالمفروض احنا بيبقى في بعض اطفال عندهم حساسيه لانواع معينه، لو انا اديته اكل مخلوط في الوقت دوت ممكن تحصل له حساسيه انا مش هعرف انهي نوع اللي سبب له الحساسيه بالظبط، فيبقى لازم انا ادخل الاكل بعد الشهر السادس تدريجيا، القوام يبقى قريب من لبن الام، النوعيه نوعيه طبعا لازم ادور على الاكل الصحي، لو هقدر ان انا اوفر لابني الاكل الاورجانيك يبقى ده كويس جدا، لو مش هقدر يبقى لازم اغسل الاكل كويس خالص قبل ما اعمله له، وغسيل الايد مهم جدا جدا قبل ما اعمل لها اي ما اعمل له اي وجبه. ده بستمر بالطريقه ديت لحد شويه لحد ما تطلع له الاسنان بتاعته كده، على لما يقدر يبقى ياكل ابقى اغير القوام بتاع الاكل. بستمر على الصنف الواحد من اسبوع لاسبوعين، ولو ابني رفض ما ارجعش يعني اضغط عليه على الاكل، استنى شويه صغيرين تاني وابتدي اديله الاكل مره تاني وهكذا، لكن ما اضغطش عليه عشان ما يتضايقش، يبقى يخلي الام عندها صبر شويه عشان وابتدي ادخل الاكل امتى؟ اول حاجه ما استناش لما انا ارضع العيل وبعد الرضع ابتدي ادخله، لا اديله وهو جعان عشان يبتدي يستسيغ الاكل بياخده، والاكل لازم كمان ما احطلوش بقى لا سكر ولا ملح ولا اي حاجه، اخده بالطبيعه بتاعته. تمام يا دكتور. طيب ايه فوائد الرضاعه الطبيعيه؟ الرضاعه الطبيعيه ليها فوائد لا حصر لها. اولا احنا كلنا لو احنا هنتكلم عن الظروف الاقتصاديه، انت حاجه اكل جاي للبيبي حاجه كده بلاش كده زي ما بيقولوا حاجه بلاش كده. تاني حاجه في اللبن، عمر ما انت هتقدري توفري اكل بكل المكونات الطبيعيه اللي ربنا حاططها في اللبن. عندنا في حاجه في البدايه خالص، احنا قلنا المرحله الذهبيه بتاعه البيبي اللي هو لبن السرسوب. لبن السرسوب فيه فوائد لا حصر لها، من ضمنها ان احنا بنرفع مناعه البيبي، ربنا منزل محفزات للمناعه ومضادات حيويه وكل ما تتخيلي، وحاجه للنمو والتطور وتطور الذهن بتاع، كل ده موجود في لبن السرسوب اللي هم موجودين في بينزل في اول 3 ايام او اول اسبوع، بيبقى لونه غامق شويه وقوامه لازق شويه، ربنا حاطط فيه كل ما تتخيليه للبيبي، يعني الام يعني اكتر حاجه عندها ابنها، فمتهيألي مش هتدوره على احسن من كده تجيبه له، مش هتلاقيه في اي لبن خارجي ولا اي حاجه. فوائد اللبن بقى ليه فايده للام والابن. فوائد اللبن الطبيعي لبن الرضاعه، اولا بالنسبه للام بيرجع لها كل ما البيبي يرضع بيرجع الرحم مكانه، الرحم بيرجع مكانه، بيقلل عمليه النزيف. الرضاعه الطبيعيه بتقلل لنا سبحان الله الدراسات الحديثه بتقلل لنا سرطان الثدي، بتقلل ترهل الثدي بالنسبه للام. الرضاعه بالنسبه للبيبي طبعا بتعمل له مناعه وفي مضادات حيويه بتساعد على النمو بتاعه والتطور بتاعه. كمان الرضاعه الطبيعيه بتعمل كونكشن عاطفي بين الابن وبين الام، يعني مجرد ما الام بتحضن ابنها بيعرف دقات قلبها، بيبقى عارف ان دي مامته، بيبقى في علاقه عاطفيه بينهم على طول. يعني انا بعرف امهات لما بتيجي ترضع بترضع بسعاده بالغه كده، هي بترضع اولادها. الرضاعه الطبيعيه كمان بتساعد على خروج العقي اللي هو بيبقى اول براز من الطفل دوت، برضو بيساعد على ان الطفل ينمو بصحه جيده. الرضاعه الطبيعيه زي ما قلنا يعني حاجه بلاش كده، ما اظنش ان ام هتقدر تبخل على ابنها بيه. هل لازم اعمل جدول للرضاعه؟ يعني انظم اوقات معينه؟ والله هي دي من الحاجات الخطا، ودي خدناها من الناس اللي كانت بترضع صناعي، فكانت بترضع كل ساعتين والكلام ده كله، كل الكلام ده اثبت ان هو خطا خالص، ان الرضاعه دي بنقول عليها رضاعه طبيعيه مطلقه، عند طلب البيبي وعند طلب الام، الجديده دي عند طلب الام. طلب البيبي احنا عارفينه لما بيبكي او بيعيط بيبقى عارفين هم جعان، يا اما في لو انا كنت مرضعاه حاليا هيبقى في اسباب تانية غير ان هو الجوع، بس
ازاي ان الام تعرف ان هي عايزه ترضع ابنها؟ يعني هي ممكن تكون رضعته وخلاص وسكت. هي الام يعني لما قلنا في كونكشن عاطفي كده، العاطفه دي بتسبب افراز اللبن. الام لما بتفكر في ابنها واول ما بتحس، احنا بنقولها بالبلدي كده ان في شكشكه بتحسي بيها، الامهات يعرفوا المعنى دوت، بيبتدي افراز اللبن، ببتدي بقى اي ارضع ابني. فمنها بنقول عليها رضاعه مستمره، لدرجه ان في حاجه اسمها مساكنه. مساكنه ان انا بخلي الابن مع الام باستمرار، موجودين جنب بعض باستمرار. طيب ايه الاسس الغذائيه صحيحه لنمو الطفل؟ اهو بالنسبه بقى للتغذيه، لو انا التغذيه الصحيحه زي ما احنا قلنا، احنا بعد الشهر السابع بدخل الاكل تدريجيا لحد سنه. من بعد سنه بيبتدي اكل الطفل وصل لاكل الاسره، هبتدي اكل من اكل الاسره بالظبط، بس هيختلف ايه في الكميه وعدد المرات. احنا الاسره اذا كانت بتاكل وجبتين او ثلاثه، الطفل لا، احنا بننسى وبنخليه ياكل معانا نفس الحكايه. لا، احنا الطفل بياكل 5 وجبات في اليوم لان معدته صغيره، فما بيقدرش ياكل كميه كبيره وحركته كبيره. بيبتدي من بعد سنه بيبتدي يتحرك كتير، فمحتاج اكل فيه طاقه كتير. لازم ان انا اولا الاكل اللي انا هستخدمه لازم يحتوي على عناصر غذائيه كلها. عندنا الاكل بتاعه يبقى نصه عباره عن خضروات، نص الاكل انا بديه للطفل بعد ما تطلع سنانه ويبتدي ياكل، نص الاكل خضروات، النص الثاني بقسمه ربع جزء، ربع بروتينات والربع الثاني عباره عن منتجات الطاقه اللي هي عباره عن النشويات والدهون وهكذا. نورتينا حضرتك يا دكتور، ومتشكره جدا على اللقاء الممتع الجميل دوت، والمعلومات فعلا القيمه، وفعلا حقيقي مش بعناش من الفقره. ان شاء الله، وان شاء الله يكون لينا لقاءات تانية كتير مع بعض، وبالتوفيق وبالبرنامج ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء شكرا الله. متشكره. شكرا.